الخيط الرفيع بتاع النهاردة له دعوة بقيمة الالتزام. قيمة الالتزام في حد ذاتها قيمة كويسة جدا، بتساعدنا نحقق اللي احنا عايزين نحققه، بتساعدنا ان احنا نقدم حاجات بنفس الشكل كل مرة. فالانسان الملتزم انت بتقدر تعتمد عليه، الانسان الملتزم انت بتقدر تثق فيه، الانسان الملتزم انت بتبقى عارف انه لو وعد بحاجة هيعملها، الانسان الملتزم ما بيتاخرش في مواعيده، الانسان الملتزم لما بيبدا حاجه بيخلصها، الانسان الملتزم بتبقى حياته منظمه وظروفه متظبطه. والانسان اللي عنده القيمه او القوه في ان هو يبقى ملتزم ده بيساعده كتير قوي، بيساعده في تحقيق اهدافه، بيساعده في ان هو ما يتجاسلش ببساطه، انه ما يتوكلش، يبقى دايما عنده يعني بيلزم نفسه بحاجة. فلو وعد بحاجة هو هيعملها، انت تقدر تعتمد انه طالما قال كلمة هو قدها. الخيط الرفيع فين؟ ساعات كتير لما احنا بنبقى متمسكين قوي بقيمة او بقوة ان احنا ناس ملتزمين، ناس بنعرف نظبط امورنا، ناس عندنا جداولنا متظبطة، ناس لما بنقعد بحاجة بنعملها، ناس لو عندنا حاجة ساعات بندخل في قوالب متعبة فما بنعرفش نفك، ما بنعرفش ناخد الأمور ببساطة، ما بنعرفش ان احنا نضحك على نفسنا. فالحياة بتقلب جد بزيادة. فالإنسان الملتزم بزيادة ساعات قطر الالتزام بيخليه ناسي ان في خط رفيع قوي، ان الالتزام ملوش دعوة بان انا اعرف اضحك واعرف اهزر واعرف اخد الامور ببساطة واعرف اسهلها وهونها على نفسي، وان انا لو عادي كان عندي تاريخ تسليم لحاجة ومعرفتش اسلمها، او وعدت بحاجة ومعرفتش اعملها، انا ممكن يبقى عندي القدرة على ان انا اكلم الشخص اللي انا وعدته بالحاجة دي واعتذر واقول له انا اسف انا وعدتك بحاجة بس مش هقدر اعملها، ظروفي مش سامحة، انا تعبان. الانسان اللي عنده التزام بيحصل له حاجة من حاجتين، يا اما بيبقى مقيد قوي بالالتزام بزياده لو ما خدش باله من الخط الرفيع، يا اما بيبقى دمه تقيل بعد شويه حتى مع نفسه، وحتى لما بيجي يخرج بره القالب ده هو نفسه ما بيعرفش، وكان الالتزام بقى هو مش صفه من صفاته او قوه من نقط القوه بتاعته. والحاجه الاخيره والمهمه انه بيجي على نفسه بزياده فبيضغط على نفسه بزياده، فساعات لما بيبقى بجد تعبان ما بيقولش ومحدش بيحس بيه، لان هو قيمه الالتزام او قوه الالتزام بتحركه، فبيضغط على نفسه وبيجي على نفسه بزياده قوي وبينسى يحط توازن.